رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل لنكمل حلقتنا مع ضيفتنا حلقة اليوم اللي منورتنا الشيخة نعيمة. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. احنا خلصنا اول محور. اي نعم. هذا كل هذا اول محور خلصناه. اول محور ايه. ما صارت لين متى بنقعد احنا لساعات. على فكرة طبعا عارفين اليوم انت عندك مناسبة اللي هي مباراة. اي نعم. فريق كرة اليد النسائي. نعم. وخدناش منهم. اي نعم. شو اسوي بعد؟ بس يستاهلون. قناة قد تساوي لو تقولون لي شنو مثل اول ما دخلت. مباراتني حضرتها صرخت قالوا لي ليش تصرخين؟ قلت لهم شوفوا انا الله خلقني قد ساويه مو مني من ربي سبحانه وتعالى دمي اصفر. اليوم بعد احنا جايبينك في المكان اللي انت تعشقينه. ايوه موت عليه. الله يخليك. المحور الثاني محور متى؟ 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 إيه؟ متى تتطور الرياضه النسائيه؟ فيصل ليش صوتك واطي؟ لا تخافي صوتي زين. متى؟ إيه؟ متى تتطور الرياضه النسائيه بالكويت والخليج؟ أنا أعتبر ترى أخوي فيصل تطورت الحين رياضة المرأة في الخليج. بالنسبة للخليج تطورت لأن أول كان ما كان أكو رياضة. أنت الحين تعرف إنه في هالبطولة هذه عمان مودية منتخباتها تونس. من متى قامت عمان تودي منتخباتها تونس؟ قطر مودية منتخباتها اليابان. يعني تطورت وايد. بالعكس أنا عندي تطورت بس يعني ما تطورت الكاميرا هلا سبحانه وتعالى. بس انا عندي 30% 40% لا بالعكس انا تطورت عند الرياضه. انت تكلمتي عن تطور في دول الخليج. نعم. ذكرتي عمان وقطر. نعم. والكويت. الكويت احنا ما ودينا ليش؟ لان عندنا بنات مو يعني مو اسمه بالمدرسه كلهم يشتغلون. فاذا خذينا الحين معسكر وخذينا بطوله راح يتاخرون ان شاء الله. فهم فضلوا إن قالوا الاقتراح إحنا نطلب منك تجيب لنا دول تينا. وفعلاً جاتنا العراق في أربيل ممتازين. جاتنا شو اسمه الأردن يعني صراحة يخرعون الأردنيين والله يحفظهم إن شاء الله. وباكر كلهم رايحين إن شاء الله راجعين. ويبنى بنجيب بطولات يعني ناس تانيين يلعبون يعني. طيب اليوم شنو الاستفادة قاعد تاخذونها من المعسكرات؟ في استفادة فعلية قاعد تسوونها؟ وايد ممتازة صدقني. حتى البنات أول لأنه ماكو بينهم احتكاك شيء، الحين صار احتكاك طول ما احنا جايبينهم نلعب صبح وعصر نصبح وعصر. بالعكس حتى البنات الحين لما يجي المدرب أو المدرب يشوفهم يوريهم الأخطاء مرة ثانية ما يجي اسمه. يعني أول ما يجينا أربيل قلبتنا بالطائرة يمكن 25-10 أو 12. اليوم إحنا نتنافس وياها الأول والثاني يعني مرة نقلبها مرة تقلبنا مرة نقلبها. بالعكس هذا احتكاك وايد زين. يعني أنا صراحة بالنسبة لي أشوف إن لما أكون هني بالكويت لأن أنا طالعة وقعد وياهم وأشوفهم وأشوف المدرب شنو الأخطاء شنو هذا أحسن ما يسافرون برا لما يكون يعني صدق الإداري وياهم. فما أدري كم لعبوهم من ويا لعبوهم بس لما تيب أنت الفريق هني أنت تتحكم الفريق. فأشياء بالعكس أنا مستانسة أنه هو يوقفني. شيخة عندنا مشكلة وايد كبيرة يعانون منها الرياضة والرياضة النسائية منهم. نعم. جزء من الرياضة وهي مشكلة التفرغات. نعم. هل الرياضة النسائية تتعاني من هذه المشكلة؟ وايد. حد الحين شوف أنا بروح ثلاثة عندي بطولة لحد الحين ما أخذت تفرقاتي. متى الحل؟ والله العظيم عيست. حتى الله يحفظه الشيخ سلمان حافظ يعني قابلته وقلت له الشيخ سلمان ترى إحنا وايد يعني التفرقات وايد يعني ما قاعد يطلعونها لنا. فقال لي اوكي ان شاء الله راح اسمع. الحين لدرجه ان اللي يشتغلون في الشركات او اللي يشتغلون في البنوك او اللي يشتغلون في مو بالمدارس انا اعطيهم كتاب رسمي مني انا اقول لهم لو سمحتوا انهم راح يطلعون بطوله ان شاء الله التفرقات. اتمنى يقولون ان التفرقات يوم الاربعاء. بس شوف متى الاربعاء؟ متى؟ اي تاريخ؟ واحنا من شهر والله من شهر طالبين التفرقات. وايد يعانون من هالمشكله اليوم حتى اللاعبين الموظفين واللاعبين الطلبه. نعم. يرجع من البطوله نفسه مفنش ولا ساقط بامتحان ولا مش عارف. حصلت لي انا وهذا اللي قابل الوزير. كنت بقابل. نعم. الوزير لان في بنات رايحين بطوله اليد ورجعوا سقطوهم في المدرسه. انا ما اقول لكم اعطوهم درجات بالعكس سووا لهم امتحان مره ثانيه واهلهم مستعدين يعطون امتحان. بالنهايه قاعد يمثلون الكويت. إن هذول رايحين. هذا المصيبه ان انا اقول لك يمثل الكويت. لما يمثل الكويت ليش تحرمه؟ هو ما قاعد راح يلعب مستانس. بالعكس مثل بلدك فسوى يا قالب او مقلوب بس هو يمثل الكويت. لما سمع انت ما تتصورون لما راحوا بنات الكويت راحوا اليد والله العظيم قاموا الكويت فيها يد يعني شيء هذا مشرف يعني تحس انك تفتخر في هالشيء هذا. صحيح. بس لما رجعوا ساقطي فاهاليهم سحبوهم. يا وزير الله يخليك اسمعني. التفت لنا شويه يا وزير. والله الامانه عاد الوزير يعني ممتاز والله ممتاز وحبيب وكل شيء وكل من يمدحه. نعم. بس انا ابي يعني لازم ينظر لنا شويه حق صحيح. انا ما اقول لك اعطهم درجات بالعكس والله ما اقول لك بس
سووا لهم امتحان مره ثانيه، يعني اربع لما تحطونهم بغرفه وتسوي لهم امتحان شنو بيصير؟ شيء. وترى يقدرون، صدقني يقدرون. صحيح. الناظرات يقدرون بس ما يبون. وانا اروح لهم قبل لا اسافر. نعم. اقول لهم رايحين يمثلون الكويت، ماكو فايده. الله يرحمه الشهيد كان يعمل اختبارات للاعبين بالسفارات. اي نعم. اثناء المعسكر. اي نعم اي نعم، كان يسوي لهم اختبارات بالسفارات. وان شاء الله اللي عمله شهيد تسوي اخت الشهيد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. متى يكون عندنا دوري نسائي لجميع اللعبات؟ ان شاء الله. انا وعدك دوري النسائي راح يكون عقب ما نطلع من بطوله البحرين، راح يكون عندنا دوري نسائي، بس دوري نسائي للعبتين بس. اول دوري نسائي راح نسويه. نختار لعبتين نجتمع ويا كل الانديه واللي عندها راح نسوي الدوري النسائي. في معوقات قاعد تمنعكم الحين؟ والله ما في معوقات، صدقني ما في معوقات، بس شنو؟ لما يجي تقول لك انت بتسوي دوري، ها؟ ناشئات. هذا ما عنده. هي كلها ثلاث انديه. صحيح. شو نسوي الحين؟ نبي ندخل حتى الانديات الرجال، نحط لهم بنات ونقول لهم تعالوا العبوا دوري ويانا. او الجامعات، الحين احنا خاطبنا الجامعات وخاطبنا الجامعات، انزين سله الجامعه ما عندها، سله هذا ما عندها، فالحين ايش بنسوي؟ عقب ما نرجع ان شاء الله من هذه، حتى المدارس الاجنبيه بندخلها ويانا. طيب ليش ما تركزون على كره القدم بحكم ان هي اللعبه الشعبيه الاولى؟ ما عندي مكان، وين اروح؟ وين العب؟ شلون العب؟ يعني ما قصروا، أسأل الله يحفظهم نادي القادسية، أعطوني بناتي يلعبون الساعة 8 للساعة 9، أعطوني ملعب ثم ألعب وأنا مستعدة أسوي. أنا كان أقول لك لما حطوني رئيسة غرب آسيا اجتمعنا، يمكن أنت بتقول هالسؤال أنا بس قلبتك سبقتك أو قصدنا، فلما جيت قلت لهم أنا يا جماعة كنت حق الدول، قلت له ترى أنا ما عندي ملعب، ملعب خاص حق البنات ما عندي ملعب، أنت يا البحرين عندي ثلاث ملاعب سوي عندك، أنا مستعدة ما يخالف لما يكون بطولة اندور انا اخذها، انا عندي اندور اخذها. طيب شيخ اليوم احنا لما نتكلم نقول ما عندنا وما عندنا ما عندنا، احنا الكويت يعني مو حلوه بحقنا اليوم، ما تحز بالخاطر يقول والله العالم انتم الكويت وما عندكم هالمنشآت؟ يستحي والله يحز بخاطرنا. والله استحي، والله استحي. احنا استضفنا كاس الخليج عندنا بالكويتين اللي كانت 16، الناس قالوا هذا الملعب اللي عبدوا فيه 74 يضحكون علينا واحنا الكويت. انتم ليش ما تسوون ويا الهيئه؟ تسوونها مقابله ويا الهيئه، تعالوا نادي الهيئه وحاجوها. ما يطلعون. انت صدقني والله اخوي فيصل انا عيست، عندهم منشآت وايد. اعطوني، ترى انا اقول لك اتحاد نسائي وين قاعده؟ ترى قاعده في اللجنه الاولمبيه. صحيح. ما عندي. صحيح. يعني ما عندي اتحاد نسائي، ما عندي اقعد فيه، بس انا عيب اقول هالحكي هذا لانه ما حيصدقني. جيتهم قلت لهم يا جماعه الفيفا راح تسوي تعطيني تبنين الملعب. الهدف، مشروع الهدف. اعطوني ارض بس خلوها بس ما حد. اسوي؟ والله ما نقول والله ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ واذا بغيت اطلب كلها انت ما تطلبين وانت ما ايش اسوي يعني؟ ويجون يقولوا لي ليش وليش وليش؟ يا جماعه الخفي اكثر من اللي ما تعلمه. بعد هذه الهموم ما فكرت انك تبتعدين عن الرياضه النسائيه؟ لا بل لا بل اخي فيصل اخت الشهيد؟ والله لا يمكن. اي طبعا اخت الشهيد ما اقدر اقول الشهيد وعم بس الشيخ طلال. نعم. ها؟ لان اصراري مهما كان والله ما ابتعد الا بعد شيء يبعدني ما ادري عنه شيء بس لا. يعني لا ما ابتعد عن الرياضه، احب الرياضه. تكلمنا عن الشيخ طلال، ودي تكلمينا شويه ونعرف الناس عن الدور الكبير اللي قاعد يقوم فيه الشيخ طلال في دعم الرياضه النسائيه. والله العظيم لو اقول لك يمكن انا شهادتي في مجروحه للريال هذا، يعني انا صراحه الدكتور طبعا شيخ طلال انتم لما تعرفونه شلون يعني طيبه قلبه، عطوف، ترى ما عليكم منه، عطوف رحوم، يعني الكلمة اللي يقولها والله العظيم من قلبه تطلع، ويحب يعني يخدم كل شيء. لما أنا أي أقول له يا أبو مشعل أبي أسوي، أبي أجيب فرق من برا، عمره ما يقول لي لا. وأنا عارف أنا كنت يعني ما كنت أعرف إنه ما عنده، أقول له لا أبو مشعل خلينا إحنا وياك الاتحاد، لا سوي أنت. يعني يا بالفريق ولعبت وياه وتصنفت، ويا بالفريق الثاني ولعبت وياه، طبعا هو قلبنا بس لعبت وياه. جيت اقول له قرب عاسي بسوي اجتماع، سوي اجتماع، يعني هذا انا يعني بتخلوني ابكي والله ابكي. بس عندك ناس ممكن الحين تفهم الكلام تقول عمته وقاعد. لا 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 حصدقك، صدقني والله لا يقول والله ما هموني قالوا عمته ولا ما عمته، هو الصدق صدق اقول لكم هو اللي ينقال هو الصدق. يستاهل. والله ما يستاهل. حرفت ولا يستاهل. كلمه ويستاهل ابو مشعل، ومن قلبي اتمنى له يا رب دوره واضح وانجازاته تشهد حياته ان شاء الله وبعائلته وبصحته وبكل شيء، بس انسى الله يخلي لنا ولا يغير علينا. آمين إن شاء الله. آمين يا رب. يا رب يا رب. شيخة متى تشعرين بالحزن؟ لما أشوف سلوى الصباح صورتها
بالحزن رحمة الله لما عليك. أشوف الكويت يلعبون فيها كذي بالحزن، لما أشوف الناس عندهم وإحنا ما عندنا صدقني حزني، لما أروح مكان ويوروني يعني إحنا الكويت كانت سباقة في كل شيء صحيح. الحين الناس كانت قليل صدقني شيء أقول لهم وأنا بعد راسي عاب أسمع يقولون لي أقول لهم لا أنتم كذي إحنا أحسن بنصير عندكم إن شاء الله نصير أحسن. شوفوا إهوة لازم الواحد يعرف إنه لازم يطيع ومتى ما طاح طلع بأحسن صحيح. صف النفوس يا جماعة والله لما تصف النفوس راح تلقى الكويت مو أحسن حتى توصل لوين، لأن الكويت ولادة، الكويت عندها نعم. صف النفوس واشتغلوا حق هالبلد هذا ما يبون مثل ما تعطيكم عطوها، طبعا ما يبون يبون يسحبون منها صحيح. ما يبون يعطونها، ليش يعطونها؟ نعم. يعطون برا أوكي يعطون الكويت، ليش يعطون الكويت؟ سحبوا الفلوس بس الله يهداهم اللي وياهم الله يعين. تخلينا اخي فيصل احنا انا بيك تتكلمين ابيك تتكلمين تقولين ما اقدر انا عندي شيء انا اتكلم ورا الكواليس اوكي بس ويا بتسجلوني بتقولين لا اليوم بنطلع كل شيء لا ما اقدر انا الحين ما اتكلم ما قلنا شيء للحين ترى انا قاعد نمهد شويه لا 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 اتمنى ان شاء الله تصف النفوس يا رب يا الله ويشتغلون حق هالبلد هذه ويحطون ايدينهم بدين بعض امين يا رب ولا يسوون ورا الكواليس قدامك يقولون لك يا انت وانت واحنا مستعدين من وراك يضربونك صحيح صحيح وهذا الله سبحانه وتعالى راح يكشفهم ان شاء الله امين يا رب شيخ مكملين معاك وعندنا محور وايد مهم شنو هو اسمه يقال انزين لكن مو الحين اها بعد الفاصل اوكي